انا جيت. طب انا نسال الناس، انتوا كنتوا فين وقت نتيجه الثانويه العامه؟ انا عن نفسي انا في البحر نايمه. كنت في البلاي ستيشن. كنت على القهوه بصراحه. حمام. كنت في الحمام، كان عندي اسهال من الخضه. انا رايح الحمام. والواد ده لسه صغير. كنت فين وقت نتيجه الثانويه العامه؟ حد انا الناحيه الثانيه. كنت في البيت. كنت في بيت نايت. كنت نايمه. كنت نايمه في البيت. في البيت، وكانت كل الناس على اعصابها وانا كنت اعصابي في الثلاجه يعني. مش فكرني يا ابني، انا انت عارف ان الثانويه العامه سنه كام. كمان قررنا نسال، تحب تقول ايه لكل شخص مستني نتيجه الثانويه العامه؟ مش ورقه اللي هتحدد مستقبلك، صح؟ واثقه من نفسيها، مش واخد بالك هي مش اخر الدنيا خالص ولا اي حاجه، بالعكس هو انت هتدخل حاجه ممكن مش حاببها في الاول، بس هتحس بيها بعد كده اللي هي دي اللي كانت صح يعني. المجموع مش هيفرق في حاجه، وكده كده كلنا هننجح ونشتغل ونعمل اللي احنا عايزينه. وترى بالظبط بلياردو وبنك. انت ما تخافش، كلها محصله بعضها، مش اخر الدنيا، وربنا بيحطنا في المكان في الاخر اللي هو عايزنا في لقيت حلم جديد، حتى لو مش هو اللي انت عايزاه او اللي انت عايزه. خطه وربنا هيتصرف.